مبروك الجائزة، جائزة رايل الذهبية في أسبوع النقاد، مهرجان مهم زي مهرجان كان. كلمني أول شيء عن أكيد شعورك، أكيد شعور سعادة وفخر، جائزة مهمة في مشوارك في مشروع أكيد كمان قريب لقلبك. جائزة هي بمثابة كده زي جائزة جمهور، لأن هي صوت عليها 100 ناقد، فكانت مفاجأة جدا بصراحة، وسعيد جدا وفخور كمان بتواجد السينما العربية، والحقيقة حاجة كبيرة جدا السينما العربية بتعملها السنة دي. فين كلمني عن مشروع عيسى وقعدك بالفردوس من أول ما كانت فكرة كده في راسك لحد ما بنحتفل بجائزة في مهرجان كان. أنا عملت 4 أفلام قصيرة، أنا كنت هعمل الفيلم ده تالت واحد من سنتين تقريبا، بس ما قدرتش لأن ميزانيته كانت كبيرة جدا، فعملت خديجة وبعد كده استنيت ده يتمول. في نفس الوقت كنت بشتغل على تطوير السيناريو، اتطور في مواهب برلين، كاتبة معايا السيناريو سوسن يوسف، هي منتجة الفيلم كمان. هي رحلة كانت طويلة شوية، لأن فعلا عقبال ما قعدنا ناخد تمويل ونلاقي منتجين يتحمسوا، والفيلم اتصور تقريبا في شهر كان 12، خلص على فبراير، فكان جاهز على ان هو يتقدم لكان، وكنا يعني محظوظين ان خدوه في أسبوع النقاد. المشروع لسه اعتقد في مرحلة كمان تطوير تانية في كان، مظبوط؟ بالظبط، مشروع الطويل الاول اللي هو عيشة تستطيع الطيران بعد الان، هو في السيني فونداسيون وفي الريزيدنسي بتاعت كان، اللي هي برنامج لتطوير المشاريع بيبقى في اقامة في باريس. ومشروع كمان هو خد دعم من حاجات كتير، كان منها الجونة، منها مهرجان البحر الاحمر، منها مالمو، فانا ده الخطوة الجاية يعني، غالبا ممكن في الفترة دي ما عنديش افلام قصيرة تاني، بس الخطوة اللي جاية الفيلم الطويل. عملتوا تيزر صغير للفيلم حوالي 50 ثانية، كان بالنسبة لي غريب شوتين، بس ايه الفكرة؟ بص الافلام القصيرة شوية مختلفة عن الطويل، لان عادة بيقولك يعني زي فكرة اللي هي الليس از مور، يعني تكلم قليل طول اكتر، فالافلام القصيرة لما بتخليها مينيماليزم كده في التريلرز بتاعتها بيبقى افضل، لان هو اصلا الفيلم كله 25 دقيقة او بيبقى 20 دقيقة او ربع ساعة، غير الطويل عندك مساحة طلع حاجات. وثانيا ده ذوق شخصي، يعني انا بحب التريلر اللي هو فيه مومنت معينه مش من كل كوبليه اغنيه.